السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين يحيى، يا ريت تصلي على النبي في كومنت كده قبل ما نبدأ الفيديو. جايب لكم معلومة حلوة أوي النهاردة. صلي على النبي في كومنت ودوس لايك عشان انت تستفيد وانا استفيد وغيرك يستفيد. الفيديو ده يا جماعة عبارة عن دي سيارة تربو 2009 مبوظة بيريا قدام، كانت عاملة زرزرة في العربية كلها لأنها ايه بيليا صين. طبعا احنا جبنا بيليا كاملة عشان كانت مبوشة كده، السرة بايظة، وطالما السرة بايظة مش هينفع يركب عليها بيليا جديدة، فهنجيب بيليا بسرتها اللي هو شوقي كامل. تمام، هنركبها من غير ما نشحمها ولا اي حاجة. ما في ناس بتعمل اخطاء، انا بيجيبها روح مشحمها، روح ضاغطها على المكبس، العجلة تسخن، بعد ما بتركب بتطلع ريحة، كل ما تسخن العجلة تطلع ريحة، كل ما تسخن يا سيدي هي فيها شحمها بلادها كفاية ليها، وفيها حوافظها تحت. شكرا، يعني ما تقبلش الشحم زيادة، ما فيش محور جوه يشيل شحم، فهي كده هتبوظ اجبار، هتطلع الشحم وريحة والحافظة هتبوظ تحت، فهتفضل هتاخد الشحم اللي هو كان فيها اصلا واللي انت حاطه هيطلع. هو زي ما انتوا شايفين ركبنا، ونربط طبعا هنا الخمس ست مسامير بتوع الطنبورة في البلية اهي. تمام، هنربط خمسة، وبعدين هنلف البلية، هنركب ايه الساتت عشان تحت ايه مسمار 17 من اللي قدامكم دول. تمام، وهنقرط عليهم حلو، لان لو مسمار حل من دول او سبته انت محلول او راسه عالية شوية، ده هيخبط يا جماعة فين في المسمار 17 اللي هو تثبيت البلية في الشمعدان، فكده العربية هتكلبش تماما. هو لو من قال ولا يحزنون، اسهل طريقة الجنط، وبتركب الطنبورة مكانها لانها بجنط بيركب فيها، بس بتركبها مقلوب زي وزي المنقلة بقى، وبتربط عليه لهم 14 كده وتقرط حلو. تمام، قرط على الخمس مسامير برضو، وتيجي الساتة تروح لافف وتعيد عليهم تاني، ربما ان المسمار اللي زي ده بما قلت لك كده، لو مسمار حل ده مشكلة كبيرة على فكرة، هو ماشي العربية هي البيلي الصيني يا جماعة اخرها 5 شهور، فيعني الاوفر بصراحة ان انت تجيب بيلي اصلية تعيش معاك سنة ولغاية تمنه فيه برضو. دي مطب والتاني ومش عارف ايه، غسيل عربية بتبقى ايه مش تقفيلها مش حلوة اوي، بتلاقيها هوب وباظت، ويوم ما بتبوظ بتقف مرة واحدة يا جماعة بتتفرتك من جوه. لكن الفرق بينها وبين الياباني، الياباني بتبوظ ممكن تاخد بيها تمشي بيها سفرية اتنين تلاتة تفضل فيها شوه، لكن دي تتفرتك بتتكسر تعمل طقطقة وتخرب الدنيا. وبنقرض على سامير تصفر عشان بعد احيان بتيجي محلولة، وبنأمن على التيلة. وده الترس يا جماعة اللي بيشغل هو ايه جهاز الجي بي اس، طبعا الترس اللي هو في الشمعدان. وركبنا 4 مسامير للثبات اهو، 2 طوال واتنين قصيرين. هروح دلوقتي بقى نركبها في الشمعدان، ركب الصاجة طبعا على كسر التراب. الصاجة يا جماعة والبيلة دي يا جماعة بتعمل طحنة وبره في العربية، في سواقين تفضل ماشي عليها ماشي عليها ماشي لما يدمر أهلها والله، وده في حد ذاته غلط. ما هو انت كده مش سواق، السواق انا اعرف يحس بدبة النملة في العربية وهو ماشي، مش هي وماشية وانت ماسك الطارة وخلاص، ده كده هي اللي ركباك مش انت اللي ركبها. اه والله، اه والله مسلمين طبعا، جمع عليهم مقص 2 عكس 2، مفيش حاجة وساخة بين الصاجة وبين البليا، ربما ممكن تقلب منك تعرض على البليا، بتقلب سنة الظرف بتاعها هتحملها فبتبوظ البلية بالشكل ده على طول من غير كلام. طبعا انا هخلي الفيديو على راحته. اهو يا جماعه في طب دلوقتي هجيب الفتشه، فين الفتحه دي يا جماعه عشان المايه ما تخشش جوه، مع انها منفذه الناحيه التانيه، بس يعني في الموديلات العاليه بتبقى فيه طبه جوه وطبه بره ومفيش مايه بتخش، تيجي تسحب البلية زي كده بعد ما تحلها بتطلع معاك سهله. جبنا 2010 انت وطالع اللي فوق. اما موديلات الواطي في الرصعه اللي تحت ده بتدخل فيها ميه فبتصدي مكان البليه اثناء فور البليه من الشمعدان، بنجيب عتله بقى وبنكسر عجل للاخر وبنضرب في الفتحه دي بس من جوه، عتله طويله زي كده ومرزبه ونشوف. اه يا جماعه نربط طبعا ال4 مسامير، انا مبطل الفيديو على الاخر. يا ريت تبقى لايك يا جماعة، لايك 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 للفيديو.
انت تستفيد وانا استفيد، وصلي على النبي كده نصيحة من اخ لاخوكوا، من اخ ليكوا سوري، ان يا جماعة البيلة دي الافضل تركب اصلية، يعني مفيش حد يشحمها بعد شهر ولا اتنين ولا تلاتة يقول لك اصلية الشحم. يا جماعة البلية بتضغط على المكبس، لما بتضغط على المكبس بتضغط على البلح بتاعها، على الطوق اللي هو ماسك البلح بتاع البلية، فده بيختل توازنه، فكده البلية بتلقح زيادة، فكده عمرها لو هتشتغل معاك شوية كده عمرها قصر. تمام، ما هو انت لو هي بتشحن فعلا، السمولة يا جماعة بتتدمر اثناء بتحل الرباط، صح ولا ايه؟ فيعني كلام تحكي على الدهون ان انا شحن البلية، هو تغيير يا على طول. تشحيم ده احنا بنضحك على بعضنا. اه والله يا مسهل وبشكركم جميعا على متابعتكم ليا، اللي انا طورتكم معايا، خليتكم معايا الوقت ده كله، ويا ريت لايك للفيديو، يا ريت لايك لايك لايك، وبشكركم وجزاكم الله خير. التليفون وقع خلاص سنه. ايوه من ايه بقى، ما فيش حد بيجي ده ابدا في الكير ده، بس ما قالش الصيني من اليابان حد بعض. لا سنة كم الشهرية، لكن اليابان ممكن تبقى السنة عبيط. عم بكام يا جماعة؟ احنا بندخل ساعات بتعمل صوت واحد بيجي. عم بكام يا جماعة؟ خش ب 2000 وحاجة البيل اليابان. ولا حد بيجيبها. دي ب 1100 بقى. البيل هتيجي بالطلب بالطفولة دي؟ عشان الصورة بايظة فبتيجي بيلة بصرتها. عشان الصورة أصلا بايظة. فين الصورة الثانية؟ هي الصورة اللي فيها المسامير، اوعى التليفون تحت رجلك. ماشي ما تخافش. الصورة دي. يعني جايب الصورة بالمسامير كلها؟ ايوه الصورة بالمسامير. والقديمة فيها؟ اه. طب شيك فيها؟ الله يا عم التربو ده بتبقى خايف والله. التربو ده خلي بالك ما يحبش الا الصين. هو لسه ما تيجي على راسه هو. رصين على رصين على رصين اللي هتبقى في بيته. وحش.